مرحبا، أهلا وسهلا بكم وسلام للجميع. اليوم في حلقتنا لقاء خاص على كنار تي في صوت العرب من كندا، وأنا محدثكم جمال الشريف. سنتحدث عن موضوع قد يكون بالموضوع ليس السهل الممتنع كما يقال. سنحدثكم عن موضوع السفر وكم يشتاق منا الشخص الآن للسفر والسياحة وزيارة العالم. كم هو جميل بشكل عام السفر وزيارة مدن تاريخية وتعرم تاريخها ومعرفة حضارة الأشخاص الذين يعيشون فيها والتعامل معهم والسماع منهم والتعلم منهم وحتى تعلم لغتهم. ولكن في زمن الكورونا اختلف الأمر كثيرا، اضطررنا إلى الجلوس وبات الأمر شبه مستحيل لأن تذهب إلى مكان آخر للسياحة والسفر. استضفت قبل فترة صديق وزميل اسمه كاظم يتحدث اللغة العربية بطلاقة، وحدثني أنه زار دولتين عربيتين، واليوم سنتحدث عن زيارته لهذه الدول. رحبوا معي بصديقنا الأخ كاظم. أهلا وسهلا بك يا كاظم. أهلا وسهلا، أنا كاظم، أنا من جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، ودرست اللغة العربية لثلاث سنوات ونصف سنة، وأنا الآن في صف رابع وسوف أستمر في دراسة اللغة العربية، وطبعا أستمر في مرحلة الماجستير في جامعتي. أهلا وسهلا كاظم، لماذا اخترت دراسة اللغة العربية سريعا؟ نعم، لأن العلاقات بين الصين والدول العربية الآن هي مشرقة، وفي المستقبل سوف تصبح مشرقا أكثر، فاخترت اللغة العربية وأرغب في استكشاف سحر العالم العربي. نعم، ما شاء الله ما شاء الله. حدثتني في المرة الماضية عندما تقابلنا أنك زرت دولتين عربيتين. نعم وهما؟ نعم، فلسطين ومصر. لماذا اخترت فلسطين ولماذا اخترت مصر؟ تمام، كما نعرف أن الدول مرتبطة بالثقافة والتاريخ، فعندما نتحدث عن مثلا عن العراق سوف نتذكر إن بغداد هي العاصمة للعصر العباسي، أما بالنسبة إلى سوريا فدمشق هي العاصمة للعصر الأموي، وبالنسبة إلى فلسطين فهي المكان يعني للمعراج والإسراء، وأيضا مصر هي دولة يعني تنتج كثيرا من الإبداعات الأدبية والسينمائية مثل هذا. ففي الجامعة تعلمت كثيرا عن المعلومات، يعني عن المعارف الثقافية، فمثلا هناك قصيدة بقلم محمود الدرويش: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، ومثل نعم. ومثلا هناك أغنية لفيروس مثلا زهرة المدائن. نعم، فكل هذه المعارف تعجبني كثيرا، ويعني أو تشجعني على السفر إلى هذه الدول. ففي عام 2019 اخترت فلسطين ومصر ك يعني للسفر. نعم. هل تحفظ شيئا من الشعر الذي قلته لمحمود درويش او زهرة المدائن؟ أغني. هل تستطيع ان تغني زهرة المدائن؟ نعم قليلا وسوف أغني. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكين
يا زهرة المداهن يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. الله مثل أبدع. هذا أبدع. شكرا أبدع. شكرا. قل لي، هل درست بعض الشيء عن فلسطين ومصر قبل أن تذهب إلى فلسطين ومصر؟ نعم طبعا، وفي الجامعة تعلمت يعني تعلمت النص عن النص بقلم طه حسين، وهذا نعم. النص هو من روايته الأيام، وتؤجبني هذه الرواية. وأيضا تعرفت أو قرأت إلى ولدي وحياتي بقلم أحمد أمين. نعم. نعم، وكل هذه الكتب عن مصر. وبالنسبة إلى فلسطين، فمحمود درويش طبعا هو الشاعر العظيم لفلسطين، ويدافع دائما عن حقوق الفلسطينيين. والآخر هو غسان كنفاني. غسان كنفاني. غسان كنفاني. نعم. نعم، وكتب رواية باسم الرجال في الشمس. رجال في الشمس. نعم. وأيضا الأغنية لفيروز. وفيروز في الحقيقة غنت فيروز كثير من الأغنية عن كثير من الأغاني عن فلسطين. وأحب هذه يعني أنا كطالب في الجامعة تعلمت كثير عن هذه المعارف الثقافية، فيجب علي أن يعني أكتشف السحر الحقيقي يعني بأم العين في هذه الدول، وهذا هذا يعجبني جدا، فأختار السفر إلى فلسطين ومصر. نعم. صدقا كاظم، حدثني عن شعورك عندما دخلت مدينة القدس. القدس تمام، عندما دخلت إلى القدس هل شعرت نعم، المشهد الأول هو المدينة يعني المباني الصفراء. نعم، ومثل هذه المدينة تحمل التاريخ، تحمل كثيرا من القصص في التاريخ. وهذه المدينة يعني مثقل بالأياب كثيرا. نعم، وطبعا بعد دخول يعني قبل دخول إلى القدس تعرفت على يعني الأحوال أو القصص التاريخية لهذه المدينة، وأحترم هذه المدينة، كنت أحترم والآن أحترم طبعا هذه المدينة القدس، وهي محد للأديان الثلاثة، الأديان السماوية الثلاثة. هل قبل، أنا أعرف أنك حضرت لنا بعض الصور التي أخذتها في 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 تلك الرحلة، وسنذهب إليها بعد هذا السؤال. هل وجدت صعوبة في التحدث مع العرب في فلسطين ومصر، خاصة أنك تتكلم اللغة العربية الفصحى؟ الفصحى نعم. ومعظم أهل فلسطين يتكلمون لهجات مختلفة. نعم. إذا ذهبت إلى مصر فهناك اللهجة المصرية، فهناك اختلاف في اللهجات، هل واجهت بعض الصعوبة؟ نعم نعم، عندما كنت في مصر عندما أردت التحدث مع يعني الموظف في الفندق، وأيضا يعني السائق السيارة، سائق الباص، تحدث دائما باللغة العامية، ويعني رغم أنني صينيا، يعني في تلك اللحظة كنت أظن أنهم سوف
يتحدثون باللغة الفصحى. إذا يعني رأى أنني أجنبي، أنني صيني وليس لست مصري، ولكن لا تحدث بالعامية دائما. وعندما كنت في الفندق، تحدثت مع الموظف في المطعم، ولكن أريد أن أعبر عن شيء، ولكن الموظف دائما ما رد بالعامية، وقلت: هل تتكرم بتكلم باللغة العربية الفصحى؟ ومن ثم أضطر للتكلم. أنا آسف هل تفهم جدا. بعض العامية الفلسطينية والمصرية؟ نعم، بعض فمثلا إزيك كويس، ازيك؟ إزيك كويس، نعم وأوي. في فلسطين كيف يقولون ازيك؟ لا أعرف، عفوا. كيف تقول باللغة العربية؟ كيف كيف حالك؟ الحال؟ نعم كيف حالك أو كيف الحال؟ في فلسطين يقولون كيفك؟ 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 نعم أوكي. نعم تذكرت في أغنية لفيروز، هناك كلمات مثل كيفك أنت، كيفك أنت، كيفك مثل أنت؟ هذا. صح. نعم كيف، نعم، هذه الأغنية. نعم نعم. طيب هسألك سؤال آخر بين فلسطين ومصر. كيف ترد؟ لا، كيف ترد؟ كيف تسأل ما هو اسمك باللهجة المصرية؟ طيب هسألك سؤال آخر بين فلسطين ومصر. أنا كيف أقدم نفسي؟ لا، أنت تريد أن تسألني باللهجة المصرية ما نعم. هو اسمك؟ لا أعرف. اسمك ايه؟ انت تريد ان اسمك تسالني ايه؟ اسمك اسمك ايه؟ ايه؟ اسمك طيب ايه؟ الان سنبدا شكرا. شيء تعلمت، رائع ان تتعلم هذا الشيء، تعلمت وانا كثيرا. اعرف انه صعب. نعم. طيب الان سنبدا في بعض الصور التي اخذتها في رحلتك، لو تحدثنا عنها تباعا، تفضل. نعم، الآن سوف أقدم كل هذه الصور لكم، وكل هذه الصور عن فلسطين وعن مصر، وسوف أقدمها بتوال. والآن الصورة الأول هي رمز للقدس. كما نعرف أن القدس هي المركز التي تربط بين القارات الثلاث، آسيا وأوروبا وإفريقيا. وفي القلب هي المدينة، في القلب هي القدس. وأعجبتني هذه الصور كثيرا فأخذتها. أوكي، هذه هي البداية لسفري إلى فلسطين، وسوف أقدم الصور الأخرى. هذه الصورة هي على متن الطائرة. هل تعرف هذا باندا؟ نعم باندا. نعم باندا هي الحيوية الرمزية لسيشوان، الحيوان رمز سيشوان. يس، منطقة سيشوان. نعم. هذه هي الطائرة بسيشوان، أو طيران سيشوان. وأنا اخترت طيران سيشوان من للسفر من الصين إلى فلسطين. وهذه هي المشهد الأول الذي رأيته في القدس. كما قلت، إن هذه المدينة هي مدينة صفراء، وهذه المدينة تحمل كثيرا من القصص في التاريخ. نعم، وهذا هي المشهد بجانب محطة المترو. وهذه البيانو،
أعتقد أن هذه البيانو تضفي رونقا على هذه المدينة، لأنها يعني رومانسية و نعم رومانسية وجميلة ورنينة لهذه المدينة. أوكي، وهذه اللافتة للباص باللغات الثلاث، العبرية والإنجليزية والعربية. وهذه هي الأول مرة رأيت هذه الصور، يعني هذه اللافتة بثلاث لغات. نعم نعم، وهذه هي القطارات الخفيفة، هذه هي البزار، وهذه هي المحل ل ارجع على البزار، ارجع على الصفحة السابقة. نعم نعم نعم. هل اشتريت شيئا من هذا المكان؟ ربما اشتريت يعني الخبز ربما أو الحلويات ربما، نسيت قليلا. هل شعرت برائحة تختلف في هذا المكان، رائحة البهارات؟ نعم، التوابل، رائحة التوابل أو تور. نعم نعم، طبعا طبعا، عندما اقتربت بهذه البزار يعني شممت هذه اللوائح، اللائحة. نعم نعم. هل كان البزار ضاجا بالناس، اصوات الباعة؟ نعم نعم نعم، طبعا طبعا، هذا المشهد المنتشر في البزار، يعني ضجة بالناس. نعم. بالمشترين. نعم. نعم. وهذا المحل للحواتف، أخذت هذه الصورة لأن هناك هواوي وشاومي. نعم. يعني على الجدار. وعندما يعني أنا صيني، أنا من الصين، فعندما رأيت شيئا عن الصين مثلا الهواتف، فأخذت الصور. نعم. وهذه هي الشوارع للقدس، وهذه هي شاورما، يعني هي المطاعم. وهذه هي الأول مرة رأيت هذه المطاعم في الدول الأجنبية. نعم. هل أكلت شاورما هناك؟ نعم، أكلت شاورما في يعني في البداية أكلت شاورما في بكين، و أعتقد أن شاورما لذيذة جدا، ولكن في الحقيقة أريد أو أرغب في أكل هذه الأطعمة العربية في دول العربية. يعني هل هناك فرق بين الشاورما العربية في بكين والشاورما العربية في القدس؟ هل شعرت فرق في الطعم؟ ربما لا، ولكن أحب المناخ العربي في دول العربية أكثر، لأنه في بكين لا يوجد نعم المناخ العربي، ولكن فقط يوجد الموظف العربي موظف العربي في المطعم. وصور تالية. نعم، هذا مدخل إلى المدينة القديمة. هل تعرف اسم هذا المدخل؟ في الحقيقة لا. باب العمود. باب العمود. نعم، ويقال أن هناك عمودا بني في العصر الصليبي، ولذلك سمي باب العمود، ثم طمر هذا العمود، أي أغلقت، وأصبح الآن ممكن رؤيته أسفل هذه المنطقة، وهذا أهم مداخل مدينة القدس. نعم نعم نعم، واخترت هذه المدخل، وفي تلك اللحظة يعني كنت فخورا جدا بهذه المباني وبالمدينة القديمة للقدس، لأنها طبعا لأنها تحمل تاريخا كما قلت. أوكي، وهذه هي البائعون. وهي البائعون. نعم، البائعون. وفي تلك اللحظة كنت سمعت شيئا مثل 20 20 20 كله 20 مثل هذا.
20 20 20 نعم مثل هذا للحسم. نعم وتالي بالتالي الكتب باللغة العربية وتالي الصخر. نعم الصخر الصخور ربما من من القدس أتوقع. يا نعم أتوقع أن نعم. يا بعض الأنتيك نعم للسياح. نعم وهذه هي التوابل. تمام توابل. هل تعرف هذا الهرم؟ في الحقيقة لا أعرف ما هي التوابل. يعني هل أكلت زعتر قبل ذلك؟ لا ولكن عندما دخلت إلى المطاعم في بكين المطاعم العربية في بكين شممت هذا الرائحة هذه الرائحة يعني الرائحة. يجب أن تذوق الزعتر فهو مشهور في فلسطين وزعتر فلسطين. لو تقرأ هنا عند الباب مكتوب شيء منبع الزعتر والتوابل رأيت الكلمة نعم. الزعتر نعم هذا أكيد. هذا الجبل أو هذا الهرم هو من الزعتر. زعتر تمام زعتر. دائما عندما تكلمت معكم دائما ما تعلمت المعارف عن المعارف العربية. شكرا جزيلا. الزعتر باللغة الإنجليزية هو التايم وهو شيء يخرج في الجبال وعشبة تخرج في الجبال تجفف وتوضع مع السمسم. تعرف السمسم؟ السمسم نعم أعرف نعم أعرف. ثم تنشف وتستخدم مع الزيت زيت الزيتون وتؤكل مع زيت الزيتون. تمام شكرا نعم. شكرا جزيلا عفوا. وهذه هي الشوارع في القدس أو يعني الزقاق. نعم نعم في المدينة القديمة. وهذه هي كنيسة القيامة. هل هذا كنيسة القيامة هل هذا صحيح؟ نعم كنيسة القيامة وهذا الداخل داخل الكنيسة. نعم وهذه هي حائط المبكى. حائط المبكى وهذه هي المسجد الأقصى وقبة الصخرة. قبة الصخرة أنت تفرق بين مسجد الأقصى وقبة الصخرة صحيح؟ نعم وفي الحقيقة إن يعني يعني قبة الصخرة هي المسجد الذي يعجبني يعني أو يعني يعجبني كثيراً أو أكثر ويشجعني. نعم يشجعني على السفر إلى فلسطين. يعني أسافر إلى فلسطين أسافر إلى القدس خاصة لرؤية جمال أو لتمتع بجمال هذه المسجد مسجد الأقصى وقبة الصخرة. ماذا كان شعورك عندما رأيت هذا المنظر؟ الشعور يعني أن هذه المباني مقدسة جدا وهذه المدينة مقدسة جدا. وعندما عندما أقف كنت أقف فوق هذه يعني هذه المنصة فوق هذه المنصة وأرى أو أتمتع يعني هناك صورة أخرى هذه قبة الصخرة وهذا أخذت هذه الصور نعم من فوق جبل زيتون. فعندما كنت تسألني عن شعوري فعندما أتمتع بجمال كنت أتمتع بجمال هذه المدينة شعرت بأن هذه المدينة مقدسة جدا. فمثلا هذا مقدسة جدا وهذه المدينة هي مهد
كل هذه الأديان وكل هذه الأديان يعني تعيش في على هذه الأرض، تعيش في هذه الأرض بسلام إلى حد ما، ولكن في الحقيقة ليس بالسلام، ولكن في تلك اللحظة على الأقل في تلك اللحظة هي هادئ وسلم بالسلام. نعم، هل شعرت بالسلام الداخلي داخل نفسك؟ هل شعرت بالهدوء؟ كما قلت، السلام هو فقط سطحي، فقط لأن أعرف هناك الخلافات بين فلسطين وبين الدولة الأخرى، ولكن هي فقط نعم سطحيا سطحيا. أسألك أنت، هل شعرت بسلام داخل صدرك؟ داخلي داخلي؟ نعم نعم نعم، هذا طبعا. وهنا وأنا شعرت ب يعني الشعور الهانية هادية وأيضا بسلام نعم في قلبي، وأيضا الشعور المقدس في قلبي. وأخذت هذه الصورة فوق، هل تعرف ديفيد؟ هناك برج ديفيد. نعم نعم، متحف ديفيد. وأنا أخذت هذه الصورة فوق ذلك المتحف، وهذا هو في المتحف، هذا هو المعروض في المتحف. وبعد ذلك سافرت إلى بيت لحم، وهذا هو أول مشهد لبيت لحم. نعم بيت لحم. وهذا هو الجدران لبيت لحم، ما شاء الله. نعم، عندما رأيت هذه اللافتة شعرت بهذا الشعور أيضا، ما شاء الله، ما أجمل مدينة القدس ومدينة بيت لحم. نعم ما شاء الله. هذه هي الصور للبائعون. نعم نعم، وهي كنيسة المهدي. نعم نعم، كنيسة المهدي هي الداخل، كنيسة المهدي. لماذا سميت كنيسة المهدي؟ تعرف؟ نعم، تعرفت عن أن هذه الكنيسة هي يعني المكان حيث ولد عيسى المسيح يسوع عليه السلام. نعم نعم، وهذا هي الألبوم رأيته في يعني في المحل في الشوارع، ورأيت كاظم ساهر هنا. كاظم نعم. ساهر نعم، وهذا وأيضا هي نانسي عزم. نعم نعم، هي نانسي وهي كاظم ساهر، ولا أعرف المغني الأخرى الآخر، لا أعرف، عفوا. نعم، وهذا هي الشوارع، هذا هي الشوارع لبيت لحم. نعم، سافرت إلى نعم سافرت إلى هاتين المدينتين في فلسطين، وهنا أريد أن أقول أشياء أخرى عن فلسطين. وبعد السفر عندما انتهيت من السفر إلى فلسطين، عملت كمتدرب في وزارة التجارة الصينية في بكين في تلك العطلة الصيفية، وكنت أتعرف على الأصدقاء الفلسطينيين في تلك اللحظة. يعني في تلك اللحظة أتت وفد
متكون من العربي أتى إلى الصين للمشاركة في الورشة، نعم، وكنت المترجم لهم، كنت مترجما لهم، وتعرفت من خلال هذه العمل هذه الورشة، تعرفت على الفلسطينيين، ودائما ما قلت لهم كنت أسافر إلى فلسطين وكنت أتمتع بجمال القدس وبيت لحم، وأنا أتشرف جدا بمعرفتكم. وفي تلك اللحظة رد هؤلاء الأصدقاء الفلسطينيون أنهم يعني مستعدون لاستضافتي أو لاستقبالي في فلسطين، وإنهم جاءوا من المدن المختلفة من فلسطين، مثلا رملة، مثلا سلفيت، نعم، مثل هذه المدن. وكنت أتمنى، أو الآن ما زلت أتمنى أن أسافر إلى فلسطين في المستقبل، وسوف أسافر إلى كل المدينة في فلسطين، رملة، بيت لحم، القدس، سلفيت، نعم، سلفيت، والمدن الأخرى، نعم، وهذا هو حلمي. أقول لك يجب أن تذهب إلى كل مدن فلسطين، ففي كل مدينة هناك جمال خاص، وفي كل مدينة هناك شيء خاص، ولكن الشيء الذي ستراه في كل فلسطين هو جمال أهلها. نعم، عرفت، شكرا جزيلا، وسوف أسافر مرة أخرى لتمتع بهذا الجمال والرونق بأم العين. نعم، إن شاء الله. أوكي، لنعود إلى الباوربوينت، وسوف أعرض الأطعمة في فلسطين. نعم. هذه هي القائمة. فانتا المشروبات، نعم، هذا الحليب، تمام، صحيح، لبن أب، لبن أب، نعم، وهذا مشهور في فلسطين، نعم، في فلسطين يسمونه شنينة، وفي لبنان يسمونه له اسم آخر في لبنان، نسيته. لباس، وهذا إيران، نعم، تذكرت، إيران، في لبنان، إيران، وسوريا وتركيا يسمونه عيران، نعم، تمام، الأردن وفلسطين يسمونه شنينة، نعم، شنينة، تمام. وهذا اللبن هو ليس حلوا بل مالحا، صحيح، نعم. وهذا الأطعمة، نعم، الكباب، نعم، هنا الكباب، وهنا الحمص، نعم، وهذا عصير نعناع في المدينة القديمة، نعم، وهذا هي الأطعمة، الأطباق في الفندق، هذا في الفندق، وهذا المسحب العربي، اشتريته في بيت لحم، نعم، لأقول شيئا، الأسعار في، يعني أسعار الأطعمة في بيت لحم أرخص من الأطعمة في القدس، نعم، وهذا سعره 20 يوان، يعني العملة الصينية 20 ب20 هذا، ولكن إذا يعني إذا بيع في القدس ربما 40 يوان الصيني، نعم. أوكي، الآن لننتقل إلى إفريقيا، إلى شمال إفريقيا، ولننتقل إلى مسقط رأسي
الكثير من الأدباء العظماء مثلا نجيب محفوظ وطه حسين وأحمد أمين وإحسان عبد القدوس وإلى آخره. نعم، وهذه هو أول مشهد الذي رأيته على متن طائرة، هذا المسجد في شوارع، وهذا المترو، وهذا نعم الجدران، الجدار في يعني في محطة المترو، وهذا اليخت. كنت أقيم في هذا الفندق، فندق اليخت. نعم، اليخت الثابت. نعم، وهذا هو نهر النيل. نهر النيل كما نعرف إن نهر النيل هو أطول نهر في العالم، صحيح؟ صحيح. نعم نعم وقبل السفر إلى مصر تعرفت على هذا، وتعرفت أن نهر النيل هو يعني هو يؤتي الأغذية، يغطي الأغذية أو يعني أو يربي الأغذية، ينتج الأغذية للمصريين، الأبناء المصريين. نعم، وهذا اليخوت أو المشاهد، الملامح الليلية، هذا اليخوت أيضا، وهذا برج القاهرة. برج القاهرة هذا نهر النيل، برج التلفزيون. نعم نعم وكنت عندما كنت فوق نهر النيل تذكرت رواية بقلم نجيب محفوظ، ثرثرة فوق نيل، فوق نهر النيل. نعم، لديه رواية ثرثرة فوق نهر النيل، وأيضا عندما كنت فوق النيل شعرت بالعظمة، بالشعور العظيم. تمام، طبعا بالشعور العظيم. أوكي، هذا المتحف المصري، المتحف المصري هذا الداخل، ومن ثم ذهبت إلى جانبه، ميدان تحرير. ميدان تحرير هو أول يعني أول مكان الذي استمعت إليه في المطار، يعني عندما هبطت من الطائرة أو نزلت من الطائرة، وعندما كنت في المطار دائما ما تحدث الناس عن ميدان تحرير، وهناك شخص، هناك يعني قائد الباص دائما ما سألني مثلا هل تذهب إلى ميدان تحرير مثل هذا. نعم، ف هل تعرف تعرف لماذا مهم ميدان التحرير أو ما هو ميدان تحرير هو الميدان المركزي، أو يعني هو المركز للقاهرة. نعم نعم، وهناك مجمع كبير يسمى مجمع الوزارات أو السفارة، هو المجمع الحكومي. نعم، أيضا في عام في الوطني. 2011. نعم، نعم في عام 2011. نعم، عرفت، ولكن أعرف أن هذه الثورة ربما نعم لا تحبونه. نعم لا تحبونه. أوكي، وهذا نعم، وهذا قلعة صلاح الدين، وتعرفت على المعلومات عن صلاح الدين في البداية، يعني سابقا في المحاضرات، وأعرف أن صلاح الدين انتصر على جيش الصليب في القدس. نعم، وهذا المشهد، أخذت هذه الصورة فوق قلعة صلاح الدين.
هذه الصورة الصورة الكاملة لمدينة القاهرة، وهذا هو هو خان الخليل، خان الخليلي، نعم خان الخليلي، خان الخليلي. وعرفت أن كثير من السياح يشترون في هذه السوق، في هذه الأسواق. وبجانبه هناك مسجد، تمام صحيح نعم. وكنت أينما كنت أشتري في هذا في هذه السوق، سمعت الصوت من المسجد، الصلاة، نعم الصلاة، مسجد الحسين. نعم نعم مسجد الحسين، نعم. وهذه هي السيارة، السيارة الصغيرة، نعم، في القاهرة. و في الحقيقة لا كنت لا أختار هذه السيارة في القاهرة، يعني لا أعرف ما إذا كانت هذه السيارة آمنا أو أم لا، ولكن بعد استخدمت هذه السيارة وجدت أنها جيدة، كويس، نعم كويس ورخيصة، نعم رخيصة، نعم رخيصة وكويس، نعم. وهذا هو مطعم صيني في القاهرة. ودعت صديقتي المصرية، يعني صديقتي المصرية التي كانت تدرس في جامعتي، وكنا يعني نحن أصدقاء. فعندما كنت في مصر، كنت في القاهرة، دعتني لتعاون العشاء في مطعم الصيني، فذهبت إلى هذا المطعم. تعرف هذا طبعا، نعم جاوزي. أوكي، وبعد ذلك ذهبنا إلى المقهى. كما نعرف إن العرب يحبون القهوة ويحبون الذهاب إلى المقهى دائما، ويدردشون أو يتحدثون عن الحياة اليومية في المقهى. وأيضا بالنسبة إلى الأدباء، في الحقيقة فكر الأدباء في روايتهم في المقهى، نعم. فيؤجبني المقهى كثيرا، فذهبت إلى المقهى أيضا. وهذا الداخل للمقهى هناك حلويات كثيرة، هذا كنافة، كنافة، نعم كنافة، نعم. أوكي. وبعد ذلك الأهرامات، ذهبت إلى الأهرامات في الجيزة، نعم. وهذا أبو الهول، أبو الهول. هل تعرف لماذا لا يوجد له أنف؟ هذا الأنف، نعم. نعم أعرف. هذا هو بسبب الجيش الفرنسي، صحيح. نعم الجيش الفرنسي في القرن التاسع عشر، نعم. وهذا الصحراء والجمال، نعم. أوكي، وبعد ذلك سوف أتحدث عن الأطعمة المصرية. هذا فلافل. عفوا ليس فلافل، هذا فرق. فرق؟ لا هناك فرق بين الفلافل والطعمية. هذا طعمية. وهذا هل تعرف الفرق بين الفلافل والطعمية؟ طعمية يتكون من اللحم، من الفول، نعم. وهذا فلافل، هذا فلافل. لا ارجع للصورة. هاي كبة، أعتقد كبة. كبة، تمام. واللي بعدها طعمية، يس. تمام. وهذا الكباب أو نعم. اللحوم المشوية، نعم.
وهذا اللحوم أو الكباب. نعم، في الحقيقة عندما كنت في مصر أو عندما كنت في فلسطين أكلت كثيرا من اللحوم، من الكباب ومن اللحوم المشوية كثيرا. ولكن عندما كنت في الصين أكلت كثيرا من الخضروات. نعم 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 وهذا الفلافل، الفلافل في الفندق. نعم، نعم يعد الطاهي، يعد الطباخ هذه الفلافل يعني في المكان المعين. نعم، وهذا المشروبات، هل تعرف هذا؟ هذا هو كركدي، كركديه. كركدية. كركديه نعم، كركدية. نعم، وعندما كنت في كنت في ب... ب... عندما كنت أكلت الأطعمة في المطعم المصري في بكين، شربت كركدية ووجدت أنه لذيذ وشهية جدا. فعندما سافرت إلى مصر اشتريت كركدية مرة أخرى، وقالت لي صديقتي المصرية إن كركدية هي منتشرة جدا، منتشرة على يعني هي يباع في الشوارع بشكل منتشر. نعم صحيح. نعم، وهذا الحلويات، الحلويات. نعم، وهذا هو أظن هو الباذنجان، الباذنجان بالأرز ربما، أو ربما هي حمام محشي. هذا حمام المحشي، هذا أوكي. الحمام. أوكي. نعم، أوكي. وهذا نسيت، وربما هذا اللحوم المشوية، وربما هذا عفوا، هذه اللحوم، وهذه لحوم. باذنجان، هذه هذا باذنجان. باذنجان. يس. نعم 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 عفوا نعم عفوا وهذه اللحوم، وهذه الحمام، الحمام المشوي. نعم، وهذا نعم السلطة، هذا هي طاجن، طاجن. طاجن. نعم نعم وهذا الباذنجان، وهذا هي هو الحساء، الحساء، ولا أعرف اسمه، ولكن ملوخية. ملوخية، هذا أفضل طبق عندي، ملوخية. ملوخية، ملوخية. أوكي أوكي، وهذه كل هذه هي الأطعمة. وفي الحقيقة بعد كاظم، هل تعرف معنى ملك؟ ملك. نعم طبعا. أوكي، لما الملك في مصر طلب، أو هو الملك الفرعوني طلب أكلة خاصة به، فعملوا له هذه الأكلة وسموها ملوكية، أي أنها ملك الملك، ملوكية. ثم تحول الاسم إلى ملوخية بالخاء. ملوخية. تمام، ملوخية، شكرا. وفي الحقيقة بعد هذه الحلقة سوف أتعلم المصطلحات لكل هذه الأطعمة. نعم، وللعلم أوكي. فقط للعلم، هناك بعض الفرق بين الملوخية في فلسطين والملوخية في مصر. فمثلا نحن أهل فلسطين نأكل الملوخية بالليمون، نعصر عليها ليمون، أما أهل مصر فلا يعصرون عليها الليمون. فقط للعلم. تمام. شكرا شكرا. أهلا. نعم شكرا، سوف أكل هذه الأطعمة مرة أخرى في المستقبل إن شاء الله. نعم أوكي، انتهيت من تقديم هذه الصور لكم، وفي النهاية سوف في النهاية سأقول إن هذا السفر يستحق التذكرة، يستحق يعني الحفظ، يعني الحفاظ عليه في ذاكرتي. نعم، وسوف أقدم كل هذه الصور إلى أصدقائي الصينيين، وسوف أقول لهم إن الدول العربية ليست
يعني ليست دول تعاني من الحروب، لا لا، ولكن هذه الدول هي جميلة ومفعم مفعم بتاريخ ومفعم بالحيوية الكبيرة. نعم، وسوف أقدم المعارف الثقافية المرتبطة بهذه الدول للأصدقاء الصينيين، وأعتقد أن هذه هي مسؤولتي، المسؤولية على كتفي، لأنني دارس اللغة العربية، لأني طالب في الجامعة يدرس اللغة العربية، أدرس اللغة العربية، فيجب علي أن أعرف أهلي وأعرف الآخرين بما قد تعلمته من المعارف المفيدة. نعم، وفي الحقيقة سوف يعني سوف أسافر إلى هذه الدول ودول أخرى مرة أخرى في المستقبل، وأتمنى أن أتمنى أن 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 يعود العالم العربي والعالم كله إلى مجراه الطبيعي. فهذا هكذا يمكننا، وتسمح الظروف بالسفر إليها. وشكرا جزيلا. شكرا لك يا كاظم لمشاركتك معنا رحلتك إلى القدس والقاهرة وبيت لحم. نشكر لك شعورك الرائع، وكنا نتمنى أن نكون معك على أرض الواقع، ونسافر الآن إلى القدس مرة أخرى، فكم تشتاق لها الأرواح والأنفس، لكن ما باليد حيلة. عسى الله أن يذهب عنا هذه الغمة وهذا الوباء، ونلتقي بصديقنا كاظم في بكين، ومن بعدها نذهب إلى أحد المطاعم في بكين ويعزمنا على بطة بكين، ومنها ننطلق إلى القدس لنأكل هناك، ونعزمك على كعك القدس لتعرف جمال هذه المدينة. شكرا لك مرة أخرى. عفوا، شكرا جزيلا. نعم، نراكم في حلقة قادمة بإذن الله، وتصبحون نعم على ألف خير.